لماذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ 我们为什么喜爱先知？ لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم دين يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. 因为喜爱先知是我们信宗教的一部分，是体现对伊斯兰的执行。 الذي ليس في قلبه شيء من محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكفر كفر أكبر. 一个人如果不喜爱先知，那么是属于大的隐类。 أمر الله سبحانه وتعالى بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. 安拉命令我们喜爱先知。 هو السبب لهدايتنا عليه الصلاة والسلام فكيف لا نحبه؟ 那是我们获得成功的引导的一个缘由。 بذل النبي صلى الله عليه وسلم غاية الجهد في تبليغ هذا الدين كيف لا نحبه؟ 先知付出了自己全部的努力，我们怎么能不喜爱他呢？ محاسن الأخلاق والأعمال كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا نحبه؟ 先知有付出对伊斯兰付出全部的努力，有美好的品格，我们怎么能不喜爱他呢？ لكن لا يمكن أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لمحبة الله. 但是我们不可以喜爱使者，喜爱安拉和喜爱使者，喜爱先知一样。 كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ 我们可以怎么能这个那样去喜爱呢？因为我们的先知也会死亡。نحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 我们喜爱先知的圣行。نتعلم السنة الأحاديث. 我们学习使者的圣行，学习使者的圣训。نعمل بالسنة. 我们执行圣行。ندعو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. 宣传圣行。ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 维护圣行。نسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم نعم.